شكلت اتحاد نقابات العمال في محافظة حضرموت لجنة لتصحيح أوضاع العمال بالمحافظة، وأكد الاتحاد في اجتماع تشاوري لها على تمسكه بالمطالب المتمثلة في رفع الأجور والمرتبات بنسبة 200% للموظفين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية، بالإضافة إلى رفع أجور العمال في القطاع الخاص ووقف تدخلات الأمن والسلطة العسكرية في قضاياهم، مهددا بالتصعيد حال تجاهل مطالبهم من قبل السلطات المعنية. طبعا هذا اليوم الاجتماع هو لطرح الأخوة أعضاء اللجان النقابية بالمحافظة على ما تم من اجتماع الاتحاد العام مع الأخ المحافظ لمناقشة كل المطالب اللي تقدم بها الاتحاد المصفوفة المتكاملة اللي عرضوها شكل اللجنة، واليوم بتبدأ إن شاء الله أعمالها. نحن بعد ما انهينا اجتماعنا هذا الان مع مناقشه الوضع مع ما تم مع المحافظ، عملنا كبير ان تكون السلطه المحليه صادقه في مواعدها وفي وعدها، ونحن منتظرين اذا لم يتم هذا سنرجع للشارع عشان نرجع للتصعيد مره اخرى. الان نحن نعطي السلطه المحليه فرصه ونحترم رايها على تكون صادقه مع الناس مع المواطنين، ما لمسوا نعود للشارع.